المنافسة القارية ونفتح ملف المنتخب الوطني الذي سيواجه بعد 48 ساعة من الآن المنتخب السنغالي. يعني بن شيخ، هل تعتقد أن المنتخب الوطني أمام امتحان حقيقي؟ لو فري تيست سي ألجيري أمام السنغال، لأنه الجميع حتى المحللين الصحفيين في العالم كلهم المباراة الأكثر منذ بداية الدورة، المباراة الأكثر طلبا من حيث ليزاكريديتاسيون، من حيث المتابعة، من حيث الحضور الإعلامي، هي الجزائر السنغال. ديجا قال لك سي ان ماتش دون لو ماتش، جوار تاع مانشستر سيتي مع جوار تاع ليفربول. ساديو ماني، ساديو ماني اللي راح يشارك في هذه المباراة، راح نتكلموا على غيابة المنتخب السنغالي، من سيغيب خاصة بالنسبة للدفاع. وفي البداية، هل هذه هي الامتحان الحقيقي للخضر؟ والله بصراحة ينجم يكون وي وينجم يكون نو. سيتادير وي، علاش وعلاش نو؟ وي لأن لافيش اي فري، سينيغال ألجيري. اي بوكو بلوس لافيش لينا حنا، هاد لافيش هادي تكون لينا تيست، لأن السينيغال سو لو بلون فوتبول أحسن منها. مي يقعد توجور ماتش سينيغال توجور معنا حنايا توجور يديروا دي فو با. نو، علاش نقول لك نو؟ لأن أو كور دي ماتش ينجم تنجم تفيق وتشوف ربما الماتش هذا من بعد يبداو يسيروا فيه في زوج على الماتش نورمال عادي، لان يساعد لي دو زيكيب. وي يساعد لي دو زيكيب. من بعد الاخرى تلعب منها تنجم تربح، والاخرى تلعب منها تنجم تربح، هما في زوج جايزين. دونك كيلكو با ينجموا كالنا يقول لك ما نديروش بزاف لي فور، ستادير بلا لم يحسوا اون كور دو جو انت كلاعب تحس تحس ولا ما نديرش لي فور بزاف ولا ندير. لكن 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 الفريقين في زوج يحوسوا على المرتبه الاولى باش يفيتيو مثلا لو يكون يلعب مع المرتبه الثانيه، يكون في المرتبه الثانيه او الثالثه راح يلقى نفسه يلعب ربما امام المنتخب المصري او المنتخب اللي يحتل المرتبه الثانيه في الجروب تاع مصر. سي كومام كل واحد يبحث عن المرتبه الاولى باش يلعب مع التروازيام تاع ان جروب واحد اخر، يعني واحد شويه متواضع. ايه ممكن هذه قالنا تنجم تكون، عطيتك قلت لك انا ببري ينجم يكون الماتش في زوج يلعبوا الدميك باش يحوسوا على فيكتوار. ممكن كوم تنجم تكون قاناتيك مانتيا يلعبوا الماتش نيل وكدايا، ومن بعد الادفيرسير اللي طيح معاه ولو طيح مع ادفيرسير انت دوكا ولا حبيت تلعب مع ادفيرسير كاع ضعيف كاع يتيك نو ماذا بينا هذيك، ولكن تنجم تصرى لك ديفيرامون. يعني ما ننتظروش نشوفوا الوجه الحقيقي للمنتخب الجزائري ونقدروا نجيجيوه في المباراه تاع امام السنغال؟ لا، الجزائري لازم واجب عليه. منتخب الجزائري، الجزائري احنا كجزائريين واجب، ولا دوكا مع الماتش اللي فات ما شفناش الجزائر كره القدم ما شفناهاش، ولا نزيدو نشوفو مع السنغال واش تزيدو تقول الناس انه مازال الماتش الاخر واش عليه، ولا نزيد نربحو ما نلعبوش مليح ونربحو ما نلعبوش نربح حتى نديوها طوميو. انا فرنسا علي بن شيخ المباراه الاولى، واحد بعد المباراه الاولى تاع المنتخب الفرنسي في كاس العالم، الجميع وسائل الاعلام الفرنسيه كلها قالت لك بهذا المنتخب ما يقدرش يروح بعيد، لكن المنتخب الوطني المنتخب الفرنسي فاز بال نزيد نروح لك بعيد. الايطالي بريمي ماتش خسرت قريب تيليمينات، بصح الايطالي شامبيون دي موند ماذا بينا احنا نخرجوا شامبيون دافريك بعد السير هذه. ماذا بينا ماذا بينا بلا تيري، هل المباراه هذه كيفاش تشوفها امام فريق مونديالي، فريق يملك ارماده من النجوم؟ انا كي شفت ليفيكتيف بلي تيتولار بلي رومبلاسون كلهم نجوم، يعني ولو انه كان في غياب لاعب مدافع قوي راح يكون غائب في هذه المواجهه راح نولوا ليه، ولكن المنتخب الجزائري اعتقد بلي هذه المواجهه راح تكون هامه ولمعرفه استعدادات الجزائر، لانه احنا اليوم نتكلموا على الذهاب بعيدا، الذهاب بعيدا سيغالي لوتيت، وبالتالي نقدروا نعرفوا هنا امام منافس مثل السنغال المستوى تاع المنتخب الجزائري. لا رضوان، الماتش هذا تاع السنغال سي اون اوتر موتيفاسيون، ميم لا كونسونتراسيون ماشي كيما البريمي ماتش كونتر كينيا. يا دو زيكيب سينيغال، لو نيفو تاع سينيغال ماشي كيما تاع كينيا اوتوماتيكمون. راه انا نشوفهم في صور اخر حصه تدريبيه اللي جرت اليوم مساء. وي ميم اللاعب لا موتيفاسيون تاعو تكون احسن خير تاع كينيا، سا سي اوما اللاعب في راسه ما تنجمش تحكم فيه انتايا، ولا كاين هو توجور يشوف الكينيا ولا يشوف لوغاندا والسينيغال ولا الكامرون ولا ليجيبت ولا سي اوتر موتيفاسيون ايتو راح وتلعب على لا بريمير بلاس، صافي دير لي يربح غدوه، لي يربح غدوه
نهار الخميس اللي يربح جودي لو 27 اللي يربح راح يكون في المرتبه الاولى يعني واللي يربح بنسبه كبيره ونقولوا تاهل خلاص باسكو اليوم لاكاف مازال يحسبوا اللي يربح اونتر لي زيكيب يعني مام ولا تزاير تربح تكون بسي بوا والاخر بسي بوا يشوفوا الماتش ماتش ديريكت كونفرونتاسيون ديريكت نعم وباش تي في تي يعني اللي جيت باش ما تكلاسيش لا طروازيام ايتو منا هذا هو يعني راح تكون يعني ونشوفوا الوجه الحقيقي تاع الفريق تاعنا. نشوفوا الوجه الحقيقي للفريق تاعنا مصطفى كويسي، هل تعتقد بانه برمجه الحصه التدريبيه اليوم على غير العاده؟ دابيتود يبرمجوا الحصه التدريبيه في وقت المباراه، في وقت المباراه، لكن هذه المره زادوا قدموها بساعه، داروا لونترينمون ا 17 اوليو في وقت المباراه 18. هذا مدرب المساعد مرواني، اسالني نجاوبك لانه انت لما تتكلم معاه مرواني المساعد المدرب اللي يتم الاستنجاد به من اجل الفيديو، المدرب اللي كان يعمل في الخليج، هذا هو اللي كان كنا نشوفوه في الصوره، كانت فيه نصف ساعه صحفيين قبل بدايه الحصه التدريبيه الحقيقيه التكتيكيه، كانوا هادو برك دي زيشوفمون برك اللي خلاو لابريس تفيلمي، بعد هذا تم اخراج كل وسائل الاعلام. هل تعتقد باللي باش تكون حراره لانه لعبنا المره اللي فاتت 22 بالتوقيت المصري، التاسعة بتوقيت الجزائر، هذه المرة راح نلعبوا ا 18 صافي راح نلعبوا ا 19 بالتوقيت المصري، تكون شوية حرارة والرطوبة عالية أكثر من تاع 23. لا دي نضم باللي طريقة المدرب يعني أو استراتيجية المدرب هو اللي يعني حب يديرهم يعني يوضحهم يعني في أحوال تاع المباراة، وصح عندك وشوف أنا حتى يعني كنت تكلمت من قبل وقلت لك حتى يعني الاستاج اللي داروه في قطر كان مناسب، هذا هو نضم بلي الظروف برك. أنا خليني رضوان نعاود برك على فيما يخص المباراة بين السنغال والجزائر، أنا نذكر برك بلي أنا ما نشوفهاش يعني نهائي قبل الأوان كما راهم يشوفوها كثير راهم يعني يتكلموا على سيتي وفينال نو يعني حتى الجانب السنغالي اطلاقا حاجي ديوف قال لك هذا اول نهائي للسنغال، انا نظن بلي اطلاقا ما شاطرش هذا الراي، ولكن في المقابل مع رضوان سيت ان ماتش ريفيرونس سيت ان ماتش ريفيرونس. لماذا ريفيرونس رضوان؟ لان راح تكون عندنا المباراه هذه بعد يعني بعد الاداء يعني ونشوفوا كي تنتهي المباراه راح تكون عندنا نظره شامله على القدرات وامكانيات اللاعبين منتخب الجزائر فيما تبقى يعني من المشوار تاع بصراحه. مصطفى كويسي انت شفت المباراه الاولى، هل كانت معيار للمنتخب الجزائري باش نحكموا عليه كمباراه اولى يعني؟ لا انا بالنسبه لي لا، المباراه الاولى انا نقول لك صح الاداء ما كانش يعني كبير قوي، ولكن في المباراة الأولى دائما أهم هو الفوز، النتيجة تطغى على الأداء. الأداء واضح. حسين أشيو كيفاش تشوف الآن المنتخب الوطني تحضيره الآن أنت كلاعب سابق، اللاعبين 48 ساعة قبل بداية المباراة، نذكروا بأنه في هذه الحصة التدريبية شاركوا كل العناصر ولو أنه كانوا فيه دي بتي بوبو بالنسبة لرامي بن سبعيني وبالنسبة لأيضا يوسف عطار اللي شفناه في الحصة التدريبية هذه دار ان بونداج في رجله اليسرى ودار دي سيونس في صبيحة اليوم قبل الحصة التدريبية مع المدلك ومع المحضر، يعني دي سيونس سبيسيال هو وبن سبعيني كانوا عندهم إصابات خفيفة يعني ربما ما نقدروش نقولوا بأنها راح تكون إصابات مؤثرة. نظن تحضير عادي يا توجور دي بتي بوبو مور لي ماتش، هذه معروفه عند اللاعبين، ولكن على بالنا باللي المباريات القويه راح تلعب على جزئيات، نظن باللي تقدر تكون كره ثابته يعني تقدر تكون يعني بزاف امور. انا نظن باللي سي فري كو برومي ماتش كاع لي زيكيب ماشي غير الفريق الوطني شفنا نوع من الثقل، شفنا يعني الفرق كلها تطريض تشوف يعني المنافس، ولكن المهم درناه احنا المبتغى تاع الدور الاول هو التاهل. هو التاهل نعم، ثلاث نقاط يعني على الاقل تكون في المرتبه. وزيد انا نظن على حساب واش قلنا ديك خطر على حساب لي 23 اللي شفناهم، على حساب الخطه اللي لعب بها جمال بالماضي اللي يحب يلعب في النصف يعني تاع الخصم. نوصلوا بعد نديروا نتكلموا على التكتيك. الان على العموم المباراه هذه اسكو راح تكون معيار حسب رايك للحكم على المنتخب الوطني؟ لا رضوان شوف
انا شغل ما نجاوبكش بزاف على السؤال لان ما فيش معيار، لازم لك نقاط، لازم لك نقاط اللي تتاهل بها وتكون باريحيه. راح تلعب اكيد مع فريق كبير وقوي مونديالست مونديالست ويعني نوع اخر من الفرق، لان هذا الفريق تاع السنغال فريق قوي بدنيا وقوي تقنيا، تسمى هذا شغل الخليط تاع الفرق الاخرى. الفرق الاخرى لقاوهم عندهم بنيه وقويين يعني بدنيا، هذا عنده التكنيك يعني وعنده يعني ايضا التنظيم، هذا منظم يعني فريق نقدروا نقولوا من الفرق اللي يقدروا ينافسوا يعني على على الصعيد العالمي. ولكن في مباراه كل شيء ممكن، دونك حنا على بالي بلي الجزائر ما راحش يغيروا كثير، ما راحش يعني نشوفوا حاجه كبيره، ولكن لا موتيفاسيون العقليه راح تكون اخرى، راح يكون اكثر تركيز، راح تكون الفولوار هذاك يكون اكثر، العطاء تاع اللاعبين راح يكون اكثر. يعني في هذه المنافسه دائما نشاهدوا بلي الفرق تطلع اون بويسونس دو ماتش اون ماتش، وخاصه بعد يعني ما توالف الميادين وما توالف يعني حالة الطقس والكليمة يعني تبدا يعني تدخل لك، وخاصة لما تفوز يعني عندك بعض